اليوم المعهد المغربي لتحليل السياسات ينظم الموجة الرابعة لتقديم مؤشر ثقة في المؤسسات اللي هو تقرير سنوي تنظمه المعهد بناء على دراسة ميدانية تشمل 2000 من المواطنين المغاربة وفق عينة مضبوطة. هذه السنة طبعا نتائج جاءت بعد يعني واحد 3 أشهر من الاشتغال في البحث الميداني لجميع المعطيات، توصلنا بمجموعة من النتائج المهمة. طبعا بعض الأشياء عبر السنين ما تتغير بشكل كبير، مثلا الثقة الاجتماعية إلى آخره، ولكن فيما يخص الثقة السياسية لاحظنا بأن هناك تغيرات هذه السنة مهمة، لا سيما الثقة في المؤسسات المنتخبة واللي بعد سنتين من كوفيد أو 3 سنوات من كوفيد ارتفعت في المرحلة ديال كوفيد، لكنها الآن لاحظنا بأن الثقة في الحكومة والأحزاب السياسية ومؤسسة البرلمان تراجعت بشكل لافت هذه السنة، بحيث انتقلت من 69% في السنة الماضية اللي كانت جات مباشرة بعد الانتخابات التشريعية في الحكومة إلى هذه السنة 43%، وهي نسبة يعني تبين أننا رجعنا تقريبا إلى مرحلة ما قبل كوفيد فيما يخص الثقة في الحكومة وفي المؤسسات المنتخبة الوطنية. لاحظنا أيضا بأن الثقة في مؤسسات التعليم الخصوصي تراجعت هذه السنة ب 25 نقطة، السنة الماضية كانت في حدود 75%، هاد السنة في 50%، يعني حوالي نصف المغاربة ما عندهمش ثقة في التعليم الخصوصي، وتنعتقد بأنه التفسير ديالو مرتبط بهذيك المصاريف المرتبطة بالتعليم الخصوصي الغير مبررة اللي تعتبروها الأسر بأنها عبء عليهم، في حين أنه التعليم العمومي بالرغم من الصورة اللي عندنا عليه المواطنين المغاربة عبروا على درجات مهمة من الثقة اللي أكثر من التعليم الخصوصي، لكن في قطاع الصحة العكس هو الصحيح، هو أنه قطاع الصحة الخصوصي يتميز بثقة أكبر من الثقة في قطاع الصحة العمومي، وهذه مسألة يمكن عندها تفسير لأنه هو الخدمات المقدمة في القطاع الصحي في المجال يعني في الخاص يتصور من طرف المواطنين أنه أكثر جودة وأحسن من العمومي. ما يميز هذه السنة هو تراجع معدل الثقة السياسية في المغرب، خصوصا الثقة في البرلمان وفي الحكومة وفي الأحزاب السياسية مقارنة مع ما حصلت عليه هذه المؤسسات سنة 2020 و2021. بطبيعة الحال بالنظر للسياق الذي نعيشه والذي يتميز بمعدل التضخم مرتفعة وأيضا بالنتائج الاقتصادية لأزمة كوفيد التي ما تزال معنا وأيضا يعني معدلات بطالة مرتفعة، هشاشة اقتصادية، تضخم القطاع غير المهيكل، لا شك أن هذا خلق يعني نوع من الغضب الشعبي ونوع من الاستياء من عمل هذه المؤسسات، بالتالي أثر على كيف ينظر المواطنون المغاربة إلى هذه المؤسسات، وبالتالي تراجعت الثقة في هذه المؤسسات. بطبيعة الحال أظن بأن الفاعل السياسي سيتلقى هذه الإشارة وسيكون عليه أن يبذل المزيد من المجهودات لإعادة التواصل مع المواطنين والقيام بكل ما يلزم من ناحية الاقتصادية بالخصوص والناحية تقديم الخدمات الاجتماعية من أجل تحسين صورته ورفع معدلات الثقة التي يجب أن تعود إلى مستوياتها السابقة. لماذا؟ لأن الثقة السياسية مهمة للاستقرار الاجتماعي، مهمة أيضا للتنمية الاقتصادية، ومهمة أيضا لإعطاء دينامية وروح لكل الإصلاحات التي يتم القيام بها لكي تعطي ثمارها على مستوى النمو الاقتصادي.